اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفنا انور الكموني، لاعب التنس الارضي المصري، واللي طبعا يعني اتعلم ولعب التنس في مصر وبعد كده سافر اسبانيا. في 2007 تحديدا بدأ رحلته ومكافحته لمرض السرطان بعد اكتشافه، وبإيمانه بالله سبحانه وتعالى وعزيمته استطاع انه يهزم هذا المرض ويشفى منه تماما. وبعد كده تبنى مبادرة عالمية لهزيمة هذا المرض، وانضم إليه مؤسسات كبيرة عالمية على مستوى العالم، هو اللي أسسها هو اللي أطلقها، وانضم ليه مؤسسات كبيرة سواء في مصر أو خارج مصر لدعم هذه المبادرة. الراجل بيلف العالم كله عشان رسالة وعشان أمل يديه لكل من يحارب هذا المرض اللعين. اهلا بيك يا انور، منورنا. اهلا بيك، شكرا جدا على المقدمه دي بجد. لا ده حقيقي، وانا مبسوط اني معاك جدا النهارده. لا يا فندم، ازاي؟ انت بطل، انت هزمت منافس، مش منافس غير شريف، منافس صعب، وطلعت منه اقوى، وطلعت تدي تجربتك دي للي بعدك، وازاي تقويهم. كلمني عن بدايتك الاول في التنس، ابتديت فين؟ لعبت فين؟ سافرت فين؟ هنتكلم عن بدايتك الرياضيه. اوكي، انا اصلا كنت بلعب كوره كويس جدا في المدرسه. ممتاز. فين بقى؟ كنت مدرستي مدرسة دايما من احسن الناس اللي كنت دايما كنت بكسب فيها حاجات كتيره من الاول. وبعد كده قررت العب تنس. عارف، هي ربنا سبحانه وتعالى لما بيقرر ساعات احنا ما بنعرفش الغيب. الله اكبر. احنا طبيعيا احنا ما بنعرفش الغيب، فلما بيحصل مشكله كبيره او بيحصل ازمه كبيره بنقول ليه حصلت او ايه، لكن ساعات تكون ربنا مرتبها من زمان وبيرتب لك القدره على تحملها، وبيرتب لك ازاي تبقى الشخصيه دي. يعني يمكن لو كانت الحملة اللي احنا طبعا بهاجم الاخر الاول، لو كانت الحملة اتعملت وانا سليم كانت تفشل، مش حد يستجيب لي، لا كانت تفشل، انك انت الدنيا جواك دلوقتي ما بقتش جواك بعد اللي شفته. لو كان المرض ده جالك وانت ما بداتش تنس في عمر متاخر، ما كنتش هتبقى بالقوه النفسيه او الثبات النفسي ان انت. فكان كلمه المستحيل دي كلمه اللي بتطاردني من الاول لما بدات العب تنس عندي 21 سنه. يعني انت سبت كره القدم وبدات تلعب تنس في 21 سنه؟ ده مستحيل طبعا. كنت معلومه غلط من واحد صاحبي وبتاع، قال لي ينفع تلعب تنس؟ انت شخص بيحارب ومش بيحارب. هو كان بيلعب تنس اصلا. وانت شخص بتحارب وانت شخصيه قويه في الحرب وكده، فايتر وكده، دي شخصيتك. قلت له بس التنس زي جيمنيزيوم زي السكواش وزي غيرها لازم 4 سنين وكده. قال لي انت لو اتمرنت بدل 5 ساعات 8 ساعات تعوض. طبعا دي معلومه خاطئه تماما يعني. بس انا دخلت في الموضوع كنت في مصر ولا كنت فين؟ بقيت في مصر في الاول، والناس كلها قالت مستحيل ومش مستحيل، وهم وعايز بقى يتعرف ولا مش عارف اي كلام كده. طبعا اللعبه الفرديه دي ما فيهاش نوع من الشهره، يا تكسب يا تخسر يعني. بالظبط. فانا من الناس اللي اتعلمت ده، فكان كلمه المستحيل اول جمله بسمعها، اول جمله بتسمعها مستحيل تعمل ده، تروح اسبانيا تتمرن مع ناس صغيرين في السن لغايه وانت تتمرن بال7 وال8 ساعات فعلا لغايه ما ربنا اداني معجزه وقدرت اقابل المدرب العظيم فرناندو لونا اللي هو كان ترتيبه 20 على العالم، وكان درب رافينيا نادال من الايام، وكان وده كان قال لي انت فعلا نقدر نوصل. واداني والد كارد، اداني وقتها في اسبانيا والد كارد، ودخلت تصنيف العالمي وعمري 23 سنه. يعني انت سافرت بعد 21 سنه رحت اسبانيا. ليه سافرت ليه؟ يعني هل كان اسرتك هناك؟ لا اخدت الريسك بقى. انت بعض الوقت انت عندك حلين في الحياه. يعني انت خلصت دراستك ورحت؟ لا اجلت جامعتي وقتها. الريسك بادئ من الريسك. ما شاء الله، ده انت مالك الريسك. بالظبط كده. رحت واخد بعدك اسبانيا هلعب تنس. اخدت الريسك بقى، خلاص انا اسافر. وكانت تجربه كانت، رحت قابلت فرناندوز وقعدت معاه وشافك فين ولا ايه؟ لا رحت كذا نادي وبعد كده قابلته بقى في اخر مرحله قابلته هو. تمام. فبدا يقول لي انت ازاي في الوقت القليل ده وصلت للمستوى ده؟ الوصول للمستوى صعب، التنس لازم تلعب وانت صغير. صعب جدا. فوصلت للمستوى ده ان انا اقدر العب بطولة دولية. فطبعا الخبره كانت ممكن في سنتين. كانت مستحيل طبعا. 23 سنه بقيت لعيب. الله يرحمه الاستاذ ابراهيم حجازي الكاتب الكبير، عامل حوار مع فرناندو لونا، قال له مين يقدر يوصل للمستوى ده في الوقت القليل دوت؟ الخبره هتيجي مع كتر الماتشات، الخبره بتيجي. اتكلم عنك قال كده. في الحوار ده مسجل. ده حوار مسجل. قال لك ازاي ده حوار متسجل انور يوصل للمستوى ده في سنتين؟ طبعا. وقال هم مدرب كبير زي ده يقول كده يبقى انت عملت معجزه. اصلي انت في الاخر لعبه فرديه، تكسب تخسر مفيش فيها. فكان ربنا سبحانه وتعالى مهد لي كلمه المستحيل. يعني انت بالاول انت عملت طول السنتين بتصارع ان انت بتصارع، طب انا فعلا صح ولا انا غلط؟ الناس بيقولوا صح ولا انا غلط؟ حرب نفسيه ان انا بحارب. طبعا ان انت مش عارف صح ولا غلط بس بتحارب وخلاص، يعني انت عارف داخل حرب صعبة. بس صعبه جدا. بس ده كان مهم جدا وقت المرض، ان ربنا كان عارف ان ده هيحصل بحكم ان هو ربنا، فبالتالي حطك في الاختبار ده عشان تبقى جاهز. تبقى جاهز كلمه مستحيل. المعركه الكبيره ان اول ما جالي فشل في النخاع العظمي اولا صعب. الاول انت يعني المرض جالك وانت عندك كام سنه؟ 23 سنه وجوه بطوله. خلي بالك انا من الناس اللي بتلعب دايما وهي تعبانه، متعود على كده، متصاب تعبان نادر. سنتين بتموت نفسك. فمتعود على كده. حصل ايه؟ طول البطوله حاسس جسمي بيضعف. كنت في مقدونيا وقتها، كانت تاني بطوله دوليه العبها بعد ما خدت الوايلد كارد.
وطول البطوله حاسس ان جسمي بيضعف جدا. بيضعف ازاي؟ بيضعف مش قادر اتحرك. في وجع في جسمك؟ لا لا بس بضعف يعني بضعف. بشوفك بشكل مش واضح، مش قادر اعمل مجهود كبير. وبيحصل تدريجيا عارف. الوقت ما وقعت في الملعب يعني، انا وقعت جوه الملعب على فكره. انت بتلعب؟ طبعا. انك تشوف كل انت رجعت مصر دكتور حسام كامل دكتور عظيم اللي عالجني، فطلب وقتها عينه نخاع، عينه دم. عندي برد ما بيخفش. افتكرت غير جو. افتكرت ان يمكن حاجه عارضه، يمكن يعالجوك كذا حاجه ما بتخفش. لا ما بيخفش. تشخيصات الاوليه فطلب طلع عينه الدم بقى طلع فيها ان الهيموجلوبين 3000 2000 يؤدي 2000 يؤدي للموت. انا الطبيعي من 9 ل 12. انت 3 هي الناس دي 1000 وموت، والمناعه ما فيش 500 تقريبا، والصفائح الدمويه 20000 يعني. معنى اصح انت كل اشكال الموت يعني الجسم كله توقف على العمل تقريبا يعني. ده اخطر على فكره، فشل النخاع العظمي اخطر من السرطان. طبعا بيحصل حجز في المستشفى، واكتر المستشفى رفضت استقبال الحاله. انت حالتك كانت متاخره. ما هو شايفين مين هيخش نعمل ايه؟ يعني الموقف بالنسبه لهم يعني واحد داخل يعني ده هو هيموت كمان كام ساعه.